السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سوف نتعلم عن العمليات الحسابية في برنامج الإكسل. أولا لدينا العمليات الحسابية الجمع والطرح والتقسيم والضرب. لدينا مثلا عدد 5 و7، نقوم بتحديد الخلية وثم من كتابة علامة اليساوي وثم من تحديد رقم الخلية أو خلية معينة وثم علامة الجمع وثم الخلية الثانية ونقوم بالنقر على الإنتر ليعطينا الناتج. وأيضا نستطيع من عمل الطرح بضبط علامة الطرح وتحديد الخلية مرة أخرى ليعطينا الطرح، وأيضا نستطيع من التقسيم وهذه هي علامة التقسيم ونقوم بتحديد الخلية وليعطينا الناتج، وثم أخرا الضرب نقوم بتحديد علامة النجمة وثم بتحديد الخلية ونقوم بالنقر على إنتر ليقوم بإعطانا الناتج. والآن لنتعلم بإظهار العدد الأكبر من هذه الأعداد. هذه الأعداد قمنا بإنشاء تلقائيا، نقوم بتحديد مثلا خلية فارغة وثم نذهب إلى صم أوتو صم وثم صم وللجمع من أي 4D D4 إلى D7 وثم نقوم بالنقر على إنتر ليعطينا الناتج من الجمع. والآن لنتعلم عن طريقة إظهار العدد الأكبر، نقوم بالنقر على ماكس ليعطينا وثم إنتر، أي طعنا العدد الأكبر بين هذه الأرقام وهو 55. وليعطانا العدد الأصغر نذهب إلى أوتوسوم وثم نختار من أي وثم إنتر ليعطينا الرقم 10. والآن لنتعلم من طريقة إظهار المتوسط، ثم نختار الأفريج وإنتر ويعطينا المتوسط هو 31. وليعطينا نعتذر ليعطي لنا عدد الأرقام المتواجدة وهي 4 أرقام، ثم نختار إلى count number ثم نقوم بعمل enter ليقوم بإعطانا عدد الأرقام وهي 4. لنتعلم طريقة الجمع العادية، نقوم بيساوي وثم باختيار رقم وثم باختيار الجمع عملية الجمع وثم enter ليعطينا عملية الجمع هي 10 وثم عملية الطرح أيضا نفس العملية شبيهة في العملية أي يساوي وثم نقوم بإدخال عملية التقسيم وثم إلى 5 ليعطينا الناتج. وآخرا لدينا الضرب أي أيضا شبيهة في العملية ثم إنتر ليعطينا الناتج من الضرب. ثم نتعلم كتابة العدد فوق العدد أي ضرب العدد في نفسه عدة مرات، مثلا نقوم باختيار 5 ومثلا مرفوع للعدد 5 أي ليعطينا الناتج. هنا الآن نقوم بإدراج اليساوي ليعطينا الناتج 3125. لإيضاح العملية أصبحت العملية 5 في هذه العملية وثم نقوم بالنقر على إنتر كما ترون نفس الناتج أي الناتج الصحيح. ثم لدينا علامات المقارنة، مثلا نقوم بإدراج اليساوي وثم بإدراج الرقم مثلا يكون 4 وعلامة المقارنة وثم نقوم بإدراج 5 كما ترون طعنا 2 أي لأن 5 أكبر من 4. والآن ليعطينا false مثلا نقول 4 مثلا نقول 4 أكبر من 5 ليعطينا false. وهذا الفيديو اليوم، نتمنى أن استفدتم من العمليات الحسابية.